خليفة طالب جامعي 18 سنة يستعد لبدء مسيرته الدراسية، فمن خلال التقييم الصحي لمرحلة ما قبل الجامعة كل ما عليه فعله لإجراء الفحص الدوري الشامل هو تعبئة استبيان عن الحالة الصحية بالإضافة إلى فحص طبي شامل يتضمن فحوصات أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطورة المرتبطة بها. مع تحيات مركز أبوظبي للصحة العامة.